كنت مع المنتخب شكون المهاجم اللي تحب تلعب معاه؟ شكون ترتاح؟ انا نحب نلعب مع سامي التويتي في الليكيب ناسيونال. نحكي لك في الكل نحب نلعب مع سامي التويتي كي نلعب معاه والله أقوى. سامي التويتي انا خرجته مره راس راس مع الجارديان، خرج لي راسي راس الشبكه مديتها له راس راس، عمل لك الجول ورجع حل، قال لي برا مارك ليزابيل نتاعو. سامي التويتي والله والله صح، ساعات نعطيه كوره من السونتر هو قريب لل 18 يركعها ويحط لي ديفونسور، لي ديفونسور في ظهره ويستناني للي نتعدى يعمل هيك برمشي على روحك. في المنتخب يقولوا تتفاهم برشا انا عيادي حمروني. عيادي في ليكيب ناسيونال عملنا ماتشوات ماتشوات كبار برشا. عيادي فينومين زاد، عيادي بالنسبه لي شفتوا حسام تحكي علي، انا نحكي على عيادي. عيادي بالنسبه لي انا من احسن اللاعبين اللي خلقتهم كره القدم التونسيه.